معكم المدرس وليد الحوش من معهد الشهيد باسل حافظ الأسد تربية دمشق. بحثنا اليوم النهايات أو نهاية تابع عددي مع بعض حالات عدم التعيين. نتعرف على الطلاب اللي معي. تفضل. رغيد أبو تراب. الحسن شامية. وسيم الأشقر. جعفر فهاد. أهلا وسهلا فيكم. حنبلش نحن ببحث، بنحط العنوان، عنوان الدرس نهاية تابع عددي. اولا نهاية التابع الصحيح. هلا كلنا بيعرف التابع الصحيح انه هو من الشكل اف اكس يساوي ا باكس اس ان زائد بي باكس اس ان ناقص واحد زائد نقطة سي، حيث الا والبي والسي هي تنتمي لار، و ان وان ناقص واحد تنتمي لان، ان مجموعة الاعداد الطبيعية وار مجموعة الاعداد الحقيقية. القاعدة تقول الف هو اولا نهاية تابع عند ما اكس تسعى نحو عدد ال، حيث ال ينتمي لار. هنا نهاية التابع ابني، نهاية التابع هي نستبدل كل الحصول عليها، نستبدل كل اكس بال، اي ان ليميت اف اكس عندما اكس تسعى نحو ال يساوي اف ال. مثال البي او مثال اوجد نهاية تابع اف اكس يساوي 2 اكس مكعب ناقص 3 اكس زائد 1 عند 0 مثلا. فهون شو بتكون النهاية؟ رغيد من عندك. تكون نعوض كل اكس بصفر. نعوض كل اكس بصفر. أيوة. حيث تصبح 2 بصفر. اذا الحل ليميت fx حيث x تسعى للصفر يكون بتعويض كل يساوي x. f صفر. تمام. ويساوي 2 بصفر صفر ناقص صفر زائد واحد واحد. صفر ناقص صفر زائد واحد يساوي واحد. تمام. تمام. هلا ثانيا ب عند الزائد لا نهائي او الناقص لا نهائي. هنا القاعدة تقول أن نهاية النهاية التابع الصحيح تساوي نهاية الحد الأعلى درجة. الأعلى درجة يعني شو؟ آ نهاية آ إكس أس إن. تمام؟ إذا معناته القاعدة ليميت إف إكس عندما إكس تسعى إلى الزائد لا نهائي أو إكس تسعى إلى الناقص لا نهائي يساوي ليميت A X أس N حد الأعلى درجة عندما X تسعى للزائد لا نهائي أو X تسعى إلى الناقص لا نهائي. حيطلع الناتج يا إما زائد لا نهائي أو ناقص لا نهائي، دائما أو ناقص لا نهائي. تمام؟ مثال نفس التمرين السابق ليميت اف اكس عندما اكس تسعى الى الزائد لا نهائي. يا جعفر شو بيطلع؟ ناخذ المايك المايك ناخذ الحد الاعلى درجه. مين هو؟ 2 اكس مكعب. ايوه اذا ليميت 2 اكس مكعب لما اكس تسعى لوين؟ لما اكس تسعى للزائد لا نهائي يساوي زائد لا نهائي. ايه مكعب الزائد لا نهائي. مكعب زائد لا نهائي. عدد موجب بيطلع زائد لا نهائي. 2 عدد موجب زائد لا نهائي. هلا
ليميت اف اكس عندما اكس 9 الى الناقص لا نهائي شو بيساوي؟ اكس ناقص لا نهائي مكعب مكعبه ناقص لا نهائي بيساوي ناقص لا نهائي تماما لانه اخذنا نهايه الحد الاعلى تمام درجه. هلا اذا بالنسبه للتابع الصحيح شغلته بسيطه، بس ننتبه انه بالتابع الصحيح لنعرف انه التابع صحيح يجب ان تكون الاسس اسس الاكس دائما هي اعداد طبيعيه، يعني اعداد صحيحه موجبه، تمام؟ هلا نهايه التابع الكسري. بنهايه التابع الكسري نهايه نهاية التابع الكسري التابع الكسري هو كل تابع قاعدة ربطه من الشكل fx على gx، يعني يجب أن يكون لدينا مجهول x في المقام، يجب أن يكون في المقام مجهول x، ماشي؟ فألف عندما x 9 نحو عدد L. طيب حيث L ينتمي إلى R. الآن هون ممكن يكون عندنا المقام لوحده ينعدم من أجل هذا العدد، وممكن البسط والمقام ينعدموا أيضا من أجل هذا العدد، صح؟ فإذا وممكن ما ينعدموا لا المقام ما ينعدم لا المقام ولا البسط، وبالتالي بيطلع معي نهاية عدد، هي حالة تافهة. لكن الآن نميز حالتين، الحالة الأولى إذا كانت عندنا المقام لوحده ينعدم، إذا الحالة إذا نميز حالتين، الحالة الأولى المقام لوحده ينعدم لأجل x تساوي L. طيب هنا ندرس النهاية من اليمين ومن اليسار، حنشرح شو معنات النهاية من اليمين وشو معنات النهاية من اليسار. هلا إذا هنا ندرس النهاية من اليمين ومن اليسار. هلا اليمين يعني x 9 نحو L بقيم أكبر، تمام؟ نحط إشارة الزائد فوق العدد تعني القيم التي هي أكبر من L. إيه. واليسار يعني أن x 9 نحو L أو تنتهي نحو L بقيم شو؟ أصغر، فبنحط إشارة ناقص. وقد نستخدم أحيانا إشارة الأكبر والأصغر، ما عندنا مشكلة، تمام؟ فإذا هون آخذين بعين الاعتبار أن عدد لا يساوي الصفر على مقدار يس على الصفر يساوي يا زائد لا نهائي أو ناقص لا نهائي، تمام؟ عدد إذا مقدار بس بشرط أن يكون البسط لا يساوي الصفر، عدد غير مساوي للصفر. مثال أوجد نهاية التابع fx يساوي 2x زائد 1 على x ناقص 2 عندما x تنتهي ل 2 او عند ال 2 بنقول. طيب الان اول تمرين انا رح حله وبعدين انتم بتطلعوا بتحلوا. هون بشكل شفهي بنعوض، فبنلاحظ انه 2 ب 2 أربعة واحد خمسة، إذا البسط ما انعدم، مين اللي عم ينعدم؟ المقام، المقام لوحده. فندرس النهاية من اليمين ومن اليسار، فبنقول ليميت اف اكس عندما اكس 9 ل 2 بقيم أصغر يساوي. هلا بالنتيجة نحن بنعوض بشكل شفهي، فبناخذ 5 مع هيك عندنا البسط زائد 5، البسط موجب المقام، اما ان ندرس اشاره المقام او نعطي قيمه لاكس اصغر من الاثنين ونعوضها. فمثلا لو اخذنا الواحد ناخذ واحد، فواحد ناقص اثنين شو؟ سالب،
ناقص واحد. إذا الإشارة سالبة. إذا هون نحن أخذنا إشارة العدد الصغير جدا والذي هو قريب من الصفر، فإذا شو حيطلع لنا؟ ناقص لا نهاية. ناقص لا نهاية. هلا ليميت اف اكس عندما اكس تنتهي إلى 2 بقيم أكبر يساوي معوض شفهي. هلا بنعوض بشكل شفهي أيضا، 2 ب 2 4 1 شو 5، شو إشارة العدد 5 موجبة. الآن المقام صفر، نعطي قيمة لإكس أكبر من 2 بقليل، فبنلاحظ أنه شو الإشارة موجبة، إذا زائد لا نهاية. طيب لكن ابني انتبه، ليس بالضرورة أنه عندما إكس تسعى ل 2 بقيم أصغر يطلع ناقص لا نهاية الناتج، أو عندما إكس تسعى ل 2 بقيم أكبر يطلع معنا زائد لا نهاية. قد نحصل على عملية معكوسة أو إشارات معكوسة، وقد نحصل على مرة دائما يكون موجب أو سالب. تمام؟ فالمثال الآتي يوضح ذلك. مثال، اف اكس يساوي 3x زائد 2 على 1 ناقص x عند الواحد. تفضل يا رغيد. اذا اكس تسعى للواحد، نلاحظ ان ليميت ثلاث شفهيا، اولا 3 باكس 4 3 باكس والاكس هي واحد، ف3 ب1 3 زائد 1 4، المقام البسط 4، اما المقام فهو ينعدم، وبالتالي ندرسه من اليمين ومن اليسار. فاذا ليميت اف اكس حيث اكس تسعى للواحد بقيم اصغر يساوي، قلنا انه يساوي 4 بالبسط، المقام عدد اصغر من الواحد وليكن صفر، 1 ناقص 0 1، البسط والمقام موجبان، اذا زائد لا نهايه. نعوض عند القيم الاكبر من الواحد، عندما اكس تسعى لواحد موجب يساوي، نفرض عددا اكبر من الواحد وليكن 2، 1 ناقص 2 ناقص 1، والبسط موجب، موجب على سالب يساوي ناقص 2. جيد تمام. الآن سنأخذ مثال آخر. اف اكس يساوي 5 اكس ناقص 1 على اكس ناقص 2 للتربيع، وبدنا عند الاثنين، النهاية عند الاثنين. يا جعفر من عندك؟ من عندك؟ قلنا سابقا انه نهاية تابع عددي كسري عندما اكس تسعى نحو عدد والمقام ينعدم لوحده، ذكرنا المثال الاول ان عندما اكس تسعى للعدد 2 فبقيم كبرى وصغرى طلعوا عندي اشارتي اللانهاية مختلفتين، لكن كانت اشارة الناقص لن تتوافق مع القيم الصغرى والزائد لانهاية تتوافق مع القيم الكبرى. اما في التمرين الثاني فوجدنا انه عندما اكس سعت للواحد بقيم اصغر كان الناتج زائد لا نهايه، وبقيم اكبر ناقص لا نهايه. اذا ليس بالضروره بقيم اكبر ان يكون الناتج زائد لا نهايه، وبقيم اصغر ان يكون ناقص لا نهايه. واخذنا مثال ثالث ايضا، وجدنا انه المقام من المرتبه من الدرجه الثانيه على شكل متطابقه تربيعيه، كمان ناتج النهايه كان عندما اكس 9 على 2 يساوي زائد لا نهايه. الان سنذكر مثال المقام ينعدم عند قيمتين مختلفتين. مثال، أوجد نهاية تابع fx يساوي مثلا 2x على x مربع ناقص 3x زائد 2.
عند الواحد واثنين. إذا أكرر قراءة التابع، اف اكس يساوي 2 اكس على اكس مربع ناقص 3 اكس زائد 2. ماشي؟ هلا بنلاحظ هون بنعوض بشكل شفهي ايضا، نلاحظ ان المقام ينعدم لوحده من اجل اكس زائد 1، لانه 1 ناقص 3 زائد 2 0، ومن اجل 2 ايضا مربع 2 4، و2 ب 3 6 ناقص 6 و4 وزائد 2 كمان حيطلع 0. يفضل هنا ان ندرس اشاره المقام. تفضل يا وسيم وادرس لنا اشاره المقام لنوجد النهايه. مباشرة الجدول يا وسيم، ما بدها مباشرة الجدول. ليه بعلمها هاي؟ حط ناقص لنهاية بالأول. أيوة اخر شيء زائد لنهاية. ايوه والاثنين بعدها شوي. ايوه تمام تمام. هلا اي لا زائد 2 طيب هذا من الدرجة الثانية. اشارة اكس تربيع شو هي هون؟ موجبة. فبين الجذرين شو؟ بين الجذرين يخالف وخارج الجذرين. ايوه تماما. طيب وين الاصغر؟ اعمل لي اشاره بالسهم الاصغر من الواحد. اذا هون اكتب اصغر. ايوه هون بعدين اكبر. تمام والاثنين نفس الشيء اصغر. خلص ما في داعي بس اشاره السهم والثاني كمان سهم ثاني. خلص صار واضح. طيب الان بنبدل تحتها بالضبط، بنبدل فوق لا تحت الواحد بقيم اصغر، بنبدل كل اكس بواحد بالبسط شو بيطلع؟ هون بيطلع موجب زائد لنهاية. زائد اكتب زائد 2، معلش طول بالك، زائد 2 على صفر موجب صح؟ اي صفر سالب، بس هيك شايف كيف دخلتهم بعض ما مشكلة، حط خط طولاني هلا عوض لك 3 شو حيطلع؟ 6 بقيم اصغر شو؟ صفر سالب. هون عندنا 6 صفر موجب. تمام بقيم اكبر. كويس معنى ذلك ليميت اف اكس تمام ليميت اف اكس لما اكس تسعى الواحد بقيم اكبر ناقص لا نهاية. ايوه احكي احكي ليميت اف اكس عندما اكس تسعى لوين؟ لاثنين قيم شو؟ للاثنين بقيم اصغر اثنين مش الحال. لا هي ستة مزبوطة ليش رحيتها؟ اثنين اثنين باثنين أربعة. أي أربعة لا أربعة مو اثنين أربعة. إذا شو حيطلع بقيم أصغر 3
الاثنين بقيم ناقص لا نهاية زائد لا نهاية. إذا لاحظوا أبنائي أنه في هذا التمرين دمجنا الحالات حالتين سابقتين بقيم أصغر طلع زائد لا نهاية عند الواحد وبقيم أكبر طلع ناقص لا نهاية لما إكس تسعى الواحد بقيم أكبر، بينما عند اثنين بقيم أصغر طلع ناقص لا نهاية وبقيم أكبر طلع زائد لا نهاية. تمام يعطيك الآن ننتقل إلى الحالة الثانية البسط والمقام ينعدمان معا لأجل X تساوي L. هنا نحصل على حالة عدم تعيين من الشكل. إذا بصير عندنا حالة عدم تعيين من الشكل صفر على صفر. لا، من منكم يجيب لماذا سميت هذه الحالة، لماذا سمينا حالة مثلا صفر على صفر بحالة عدم تعيين؟ تفضل يا لأننا لو حط إن صفر على صفر تساوي أي عدد، يعني ممكن إن صفر ضرب اي عدد يساوي صفر، نقسم انه على صفر بتساوي ممكن اي عدد، فهي حالة عدم تعيين، ممكن اي قيمة نختارها تحقق الشرط. مين بيعطيني جواب اخر؟ نحن نعلم ان العدد تقسيم نفسه يساوي الواحد، بينما هنا الحالة هي صفر تعطينا قيم مختلفة، قد تعطي الواحد او الناقص واحد او اللانهاية او فليس لدينا شو قيمة محددة. لا، من أجل التخلص أو إزالة حالة عدم التعيين هذه نتبع خطوات الآتي. الخطوة الأولى، نحلل البسط والمقام، وفي حالة الجذور نضرب بالمرافق بسطا ومقام. اثنين، نضع مجموعة التعريف. ثالثا، نختزل أو نختصر. رابعا، شو نساوي؟ نوجد النهاية. نوجد النهاية. ممتاز. إذا معناته عندنا أربع خطوات يجب اتباعهم. وهناك طريق آخر، عندما نأخذ بحث الاشتقاق نستطيع أن نعتمد تعريف التابع المشتق أو العدد المشتق أو التابع المشتق في إيجاد نهاية من الشكل صفر على صفر، حالة عدم تعيين صفر على صفر. لكن علي أن أنبه هنا إلى قضية كثير مهمة. لا يجوز أن نكتب limit fx عندما x تسعى نحو عدد L يساوي صفر على صفر مباشرة. هذا خطأ طبعا، وهذا الخطأ شائع. ليش خطأ؟ لأنه نحن نكون قد حكمنا على أن التابع له نهاية وهو قد لا يكون له نهاية، إذا طلع زائد لا نهاية أو ناقص لا نهاية. ماشي. فلذلك علينا أن ننتبه لهذه الفكرة. فإذا هذه الكتابة خاطئة ويحاسب عليها سلم التصحيح. لذلك المثال التالي يوضح طريقة الحل، وحخليه على سلايد كامل. مثال رقم واحد، إذا كان عندنا التابع fx يساوي x مربع ناقص 4x زائد 3 على x مربع ناقص 1 عندما x تنتهي إلى الواحد. بشكل شفهي أولا نعوض كل x بواحد في البسط والمقام، فنلاحظ أن الناتج صفر، لأنه واحد وثلاثة أربعة ناقص أربعة صفر، وبالمقام أيضا صفر. لكن طريقة الحل أو طريقة الكتابة يجب أن تتم بالشكل الآتي. نأخذ نهاية البسط x مربع ناقص 4x زائد 3 يساوي صفر عندما x تنتهي إلى الواحد، وليمت fx وليمت عفوا x مربع ناقص 1 عندما x تنتهي الى 1 شو يساوي؟ ايضا صفر.
فنحن أمام حالة عدم تعيين صفر على صفر من الشكل صفر على صفر. هذه الكتابة سليمة وصحيحة 100%. الآن نحلل البسط ونحلل المقام، فنلاحظ أن البسط هو ثلاثي حدود من الدرجة الثانية، فنضع قوسين كون أمثال إكس تربيع تساوي الواحد، فمن السهولة أنه نحلل ثلاثي الحدود بالطريقة المباشرة، فبنحط هون إكس هون إكس، بعدين نضرب إشارة الإكس تربيع موجب زائد بناقص ناقص بنحط ناقص، وناقص بزائد ناقص. نبحث عن عددين مجموعهما أربعة وجدان ثلاثة، ثلاثة واحد، ثلاثة واحد، إذا عندنا ثلاثة وواحد. إذا نظرنا إلى المقام فنجد أنه متطابقة تربيعية من الشكل A تربيع ناقص B تربيع، فهي إذا A ناقص B بA زائد B، يعني X ناقص واحد ناقص واحد بX زائد واحد، بX زائد واحد. إذن البسط x ناقص 3 بx ناقص 1، المقام x ناقص 1 بx زائد 1. طيب لاحظوا معي هنا x إلى أين تسعى؟ للواحد. للواحد، فيجب أن يظهر لدينا معنا في البسط والمقام x ناقص 1، فنلاحظ أنه ظهر، لكن هنا لا يجوز أن نختزل قبل أن نضع مجموعة التعريف. ليش؟ لأنه إذا كانت x تساوي الواحد لأصبح لدينا هذا المقدار صفر وهذا المقدار صفر، فلا يجوز أن نقسم على عدد مساوي لصفر. لذلك نضع df، شو df هنا يا وسيم؟ r فرق الواحد وناقص واحد، r فرق ناقص واحد الواحد وناقص واحد. جميل، الآن نختصر بأمام، فبصير عندنا يساوي x ناقص 3، بصير x ناقص 3 على x زائد 1، فتمت كتابة التابع بأبسط صورة ممكنة، فبنوجد النهاية، فأصبح ليمت fx عندما x تسعى إلى الواحد يساوي، نستبدل كل x بواحد فبيطلع ناقص 2 على 2 ويساوي ناقص 1. واضح؟ واضح. طيب مثال آخر فيه جذور، يعني البسط أو المقام يحوي على جذر، فإذا أخذنا المثال الآتي ليكن لدينا التابع fx يساوي مثلا x ناقص 1 على جذر x ناقص 1 عندما x أيضا تسعى إلى الواحد هنا أيضا. طيب الآن من منكم يعطيني مجموع التعريف التابع؟ تفضل يا جافر. استاذ هلا ما مضمون الجذر اكس اكبر او تساوي صفر، وعندنا جذر الاكس ناقص واحد لا يساوي الصفر، اذا التابع معرف عندما اكس اكبر او يساوي صفر صفر، وجذر الاكس ناقص واحد لا تساوي الصفر، وجذر الاكس ناقص واحد لا تساوي صفر. نضرب بالمرافق، معنى ذلك طول بالك، معنى ذلك الاكس شو لا تساوي جذر الاكس لا تساوي الواحد، يعني الاكس لا يساوي الواحد. الواحد فتصبح مجموعة التعريف من الصفر للواحد اجتماع من الواحد للزائد لنهاية. طبعا دي اف شو يساوي؟ طبعا الواحد مجال مفتوح والصفر مسكر مغلق، اذا مجال مغلق عند الصفر مفتوح عند الواحد اجتماع من الواحد الى الزائد لنهاية. اذا معنى ذلك عندما يوجد لدينا تابع أصم دليله زوجي فيجب أن يكون المضمون موجب وليس موجب تماما موجب. لا هلا بعد ذلك نأخذ نهاية البسط لوحدة، عندما x تسعى إلى الواحد تساوي صفر وليمت المقام، معناته نحن أمام حالة عدم تعيين من الشكل صفر على صفر. الحقيقة هنا في هذا التمرين بالذات لدينا طريقان للحل.
الطريق الاول مين شو هو؟ نضرب بالمرافق. نضرب بالمرافق. اذا الطريق الاول نضرب بالمرافق ونقسم عليه. ونقسم عليه. فبصير من هو مرافق؟ المرافق جزر الاكس زائد واحد. شو مرافق جزر الاكس ناقص واحد؟ جزر الاكس زائد واحد. فيصبح اف اكس يساوي علمت الحالة اف اكس يساوي اكس ناقص واحد اكس ناقص واحد بجذر الاكس زائد واحد على جذر الاكس ناقص واحد جذر بجذر الاكس زائد واحد فبصير يساوي المقام اصبح متطابقه تربيعيه اللي هي من الشكل فبصير بسط على حاله اكس ناقص واحد ب جذر الاكس زائد واحد على هاي المتطابقة من الشكل A ناقص B B A زائد واحد حيطلع إذن إكس إكس ناقص واحد ناقص واحد إذن ظهر لدينا في البسط والمقام إكس ويحق لنا ضمن مجموعة تعريف الاختزال فيساوي إذن جذر الإكس زائد واحد زائد واحد نوجد النهاية. لحظة شوي بس إشارة اليساوي ما كثير واضحة مشان ما يروى زد بعدين. تمام. إذا يساوي. هلا كتب التابع بأبسط صورة ممكنة فصار ليميت اف اكس عندما اكس تنتهي إلى الواحد تساوي شو؟ تمام هي الطريقة الأولى، الطريقة الثانية الطريقة الثانية لأعود بك لأكتب التابع أولا اف اكس يساوي اكس ناقص واحد على جذر الاكس ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد نأخذ على المشترك تفضل في البسط لدينا متطابقة تربيعية من شكل A مربع ناقص B مربع ممتاز إذا لدينا متطابقة تربيعية من شكل لأنه الاكس هنا كونها موجبة فيمكن وضعها تحت الجذر وتربيعها فتصبح بالشكل جذر الاكس للتربيع تماما ناقص والواحد كمان فينا نجذره ونربع تماما فبصير على جذر الاكس ناقص واحد اصبح لدينا البسط عباره عن متطابقه تربيعيه فبنحللها هي من الشكل A ناقص B بA زائد B فصار جذر اكس ناقص واحد بجذر اكس زائد واحد بجذر الاكس زائد واحد زائد واحد على على جذر الاكس ناقص واحد ناقص واحد الاختزال يصبح الناتج مساويا لجذر الاكس زائد واحد زائد واحد لاحظوا هناك تطابق بالنتيجة وبالتالي معنى ذلك نهاية اف اكس عندما اكس تنتهي نحو الواحد تساوي اثنين هذا مثالان حول حالة عدم التعيين اللي هي من شكل صفر على صفر اعتقد في شيء سؤال في واضح الوضع يا حسن لا لننتقل الى نهاية التابع الكسري عند اللانهاية اذا نهاية التابع الكسري عند الزائد لا نهائي والناقص لا نهائي هنا نحصل على بشكل عام نحصل على حالة عدم تعيين من شكل لا نهائي بغض النظر عن إشارة اللانهائي لكن هنا سنميز حالتين أيضا الحالة الأولى
إذا كان البسط والمقام كثيرا حدود أو تابعان صحيحان. ماشي؟ فإذا الحالة الأولى البسط والمقام تابعان صحيحان. تابعان صحيحان. فعندنا اف اكس يساوي A بX أس M زائد B بX أس N ناقص واحد زائد C لآخره زائد ثابت C، والمقام A واحد بX أس N زائد B واحد زائد B واحد بX أس N بX أس M ناقص واحد ناقص واحد زائد إلى آخره زائد C ثابت. لاحظ معي عندما قلت ان التابعان صحيحان معنى ذلك الاسس في البسط والمقام او قوى اكس هي اعداد طبيعيه والامثال اعداد حقيقيه لا طبيعي ذلك. فالقاعده تقول هنا من يذكرني بالقاعده؟ تفضل يا حسن. ناخذ الحد المسيطر في المقام وفي البسط. اذا نهايه الحد المسيطر في البسط على الحد المسيطر في المقام، يعني بما معنى ليميت اف اكس عندما x تنتهي إلى الزائد لا نهائي أو x تنتهي إلى الناقص لا نهائي تساوي بالرموز يا حسن اللي لشوف A x n على A على A واحد x n x limit مع هيك نهاية. إذا نهاية ال A ب x أس n على A واحد ب x أس m و x أيضا تسعى لوين؟ إلى الزائد لا نهائي أو x تسعى إلى الناقص لا نهائي. طيب في الحقيقة هنا تساوي، لاحظوا معي إذا كانت درجة البسط أعلى من درجة المقام يعني n أكبر من m فالناتج هو إما زائد لا نهائي أو ناقص. أما إذا كانت n تساوي m، إذا كانت إم تساوي إم فالناتج هو الأمثال على الأمثال يعني A على A واحد. وإذا كانت درجة الإم أكبر يعني درجة المقام أكبر يعني إم أكبر من إم فالناتج حيكون صفر. شو حيكون الناتج؟ صفر. إذا هون حيطلع معي يا أما زائد لا نهائي أو ناقص لا نهائي لما إم أكبر من إم. وهنا علينا الانتباه كثيرا إلى الإشارة، الإشارة مهمة جدا في النهاية. الحالة الثانية إذا كان بيطلع A على A واحد عندما N تساوي M ويساوي صفر عندما N أصغر من M، ونستطيع تطبيق هذه القاعدة بشكل مباشر أثناء الحل. وإليكم الأمثلة الآتية. مثال إذا كان عندنا fx يساوي 3x مكعب ناقص 2x زائد 1 على x مربع زائد 6x عندما x تنتهي أو تسعى إلى الزائد لا نهائي أو x تسعى و x تسعى إلى الناقص لا نهائي. هنا نلاحظ أن درجة البسط هي شو؟ أعلى من درجة المقام. ودرجة المقام 2 معي؟ معنى ذلك درجة البسط أكبر من درجة المقام. فإذا ليميت الحل ليميت إف إكس عندما إكس تنتهي إلى الناقص لا نهائي شو يساوي؟ هلا ناخذ نقسم على بعض يطلع ليميت 3x صح؟ تمام
عندما اكس لانه عندك 3 اكس تربيع تكيب على 3 اكس تربيع شو حيطلع 3 اكس عندما اكس تنتهي ناقص لا نهايه ناقص لا نهايه يساوي ناقص لا نهايه وليمت اف اكس عند زائد لا نهايه عندما اكس تنتهي الى الزائد لا نهايه تساوي زائد لا نهايه تساوي زائد ليمت 3 اكس عندما اكس تسعى الى الزائد لا نهايه عندما x تسعى الى الزائد لانه شو يساوي زائد اذا لمن 3 x عندما x تسعى الى الزائد لانهاية تساوي شو زائد لانهاية طبعا يفضل أن نجري عملية القسم ونظهرها بس فقط في الحالة الأولى. هلا مثال آخر. إف إكس يساوي 2 إكس مربع زائد 3 على أو زائد 1 ما بيأثر على 3 إكس مربع زائد 5 اكس عند الزائد لا نهائي وعند الناقص لا نهائي ماذا نلاحظ هنا يا حسن؟ نلاحظ ان درجة البسط تساوي درجة المقام تماما اذا درجة البسط تساوي درجة المقام بالتالي الانتج اف الاكس تساوي 2 على 3 2 على 3 في الحالتين في الزائد لا نهائي والناقص لا نهائي اذا الحل ليميت اف اكس عندما اكس تنتهي الى الزائد لا نهائي تساوي شو 2 على 3 والنهايه اف اكس عندما اكس تنتهي الى الناقص لا نهائي شو تساوي ايضا 2 على 3 تمام طيب مثال على الاخر وأخير على هذه الحالة إف إكس من منكم يعطيني تابعا درجة بسطه أصغر من درجة مقامه تفضل يا رغيد 2 إكس زائد 1 2 إكس على 4 إكس مكعب نعم ناقص 2 ناقص 2 ايضا عند الزائد لا نهائي وعند الناقص لا نهائي اذا نلاحظ ان درجه البسط هي من الدرجه الاولى والمقام من الدرجه الثالثه النهايه شو تساوي صفر صفر حسب القاعده اذا الحل ليميت اف اكس عندما اكس تنتهي الى الزائد لا نهائي يساوي صفر وليمت اف اكس عندما اكس عندما اكس تنتهي الى الناقص لا نهائي ايضا صفر اذا هذه الحاله حاله البسط والمقام تابعان صحيحان حاله بسيطه وسهله واخذنا ثلاثه امثله مثال درجه البسط اكبر من درجه المقام كان الناتج اما ناقص لا نهائي او زائد لا نهائي ومثال على درجه البسط تساوي درجه المقام فكان الامثال على الامثال ومثال على درجة البسط أصغر من درجة المقام وكانت النهاية تساوي صفر الآن سنأخذ مثال آخر على هذا الموضوع إف إكس يساوي إكس على 3 ناقص x مكعب زائد 1 أو زائد x طيب لاحظوا لماذا أخذنا هذا المثال هنا x 9 ليس بالضرورة دائما أن يكون الحد الأول هو الأعلى درجة فإذا علينا قراءة التابع كاملا ومن ثم تحديد من هو الأس الحد
الحد الأعلى درجة، وعلى ضوء ذلك نأخذ النهاية. فنلاحظ أن الحد الثاني في المقام هو شو؟ الدرجة الثالثة الأعلى، وفي البسط درجة أولى، معناته نهاية هذا التابع limit fx عندما x تنتهي إلى الزائد لا نهائي يساوي شو؟ ناقص لا. صفر. ليش؟ يعني لأن درجة البسط أكبر من درجة البسط أو العكس. صفر limit، أو نذكر العكس أن درجة البسط أصغر من درجة المقام، هكذا قصدت. limit fx عندما x تنتهي إلى الناقص لا نهائي يساوي صفر. واضح؟ أتمنى أن أكون قد وفقت في إعطاء هذا الدرس، مع تمنياتي لطلابنا الأعزاء بكل توفيق والنجاح، وإلى لقاء آخر.